في ذا سيزون درس معانا يا دي بعض الفوكب هقراها. اوفيس 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 بزنس 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 ميدو ميدو ابلود ابلود شوبينج شوبينج ستور ستور بليون بليون سمارت فون سمارت فون انترنت انترنت وايدر سكرين وايدر سكرين. بعد كده عندنا افعال يوز يوزد يوزد. طبعا اتفقنا ان الافعال عندنا ليها تصريف اول وثاني وثالث، ده المضارع اللي هو present، ده الباست اللي هو الماضي، وده البي بي التصريف الثالث الفعل اللي هو اختصار الباست participle. الباست participle يا يوز 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 واتش 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 كول كولت كولت invent invented invented receive received received develop developed developed listen listened listened. طبعا دي regular verbs افعال منتظمه. اللي بعد كده irregular verbs افعال غير منتظمه like make made made write wrote written send sent sent so see. جزء كده هنقرا مع بعض. Yeah, computers. Computers are used in many offices. Offices, stores, and business. يعني الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، الحواسيب الآلية بتستخدم فين؟ في مكاتب كتير ومحلات كتير وأعمال كتير جدا. Billions of emails are sent every day. Every day. يعني إيه؟ ملايين من الإيميلات بتبقى بيرسلها كل يوم. A computer is made of metal. الكمبيوتر ده او الحاسب الالي مصنوع من معدن بلاستيك، وفي اجزاء بلاستيكيه اند جلاس واجزاء ازاز. It isn't made of wood. هو مصنوع من خشب. It's the world wide. The world wide web www used by lots of people. Yes, yes it is. يعني هل شبكه الانترنت العالميه اللي هي www ناس كتير بتستخدمها؟ طبعا. يعني ده طبعا احنا جايبينه علشان نتكلم عن حاجه معينه. نتكلم عن حاجه اسمها the present simple passive. ايه بقى present simple passive؟ ايه الموضوع بقى بتاع الدرس ده؟ ده درس معناه او الجمله دي معناها المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. يعني ايه مبني مجهول؟ اولا بعيدا بقى عن المضارع البسيط او غيره، مبني مجهول يا اولاد معناها اللي انا بقول ان في حاجه اتعملت من غير ما اقول مين اللي عملها. ازاي يعني؟ يعني مثلا انا لقيت في كوبايه شاي انا ما اعرفش مين عملها، تمام كده؟ او انا مش هقول مين عملها، يعني اقول كوبايه شاي معموله، يعني في شاي اتعمل، او في او في اكل اتعمل، او مثلا في الواجب اتعمل من غير ما اذكر مين هو الفاعل، مين اللي قام بالفعل. فلو الجمله بتاعتي فيها مفعول، يعني فيها حاجه اتعملت هي مفعول، بس ما فيهاش الجمله بتاعتي مين اللي عمل الحاجه دي، اسمها مبني مجهول. فهمنا يعني ايه لفظ كلمه باسيف يا اولاد؟ يعني ايه مبني مجهول؟ يعني في حاجه معموله اتعملت بس من غير ما انا مذكر مين اللي عملها. ها فهمناها بالعربي كده؟ فهمناها تمام. ايه مثال مثلا؟ ايه مثلا المثال ده؟ اقول وليكن انا شفت مثلا كلمة بس انا عملت الهومورك بس ما كتبتش اسمي. هقول لك يا مثلا هقول لك مثال تاني. بصي كده الجملة دي the milk yeah the milk was drunk. الجملة دي معناها ايه؟ الجملة دي معناها اللبن تم شربه، يعني لبن اتشرب بس انا مش عارف مين اللي شربه. يعني معناها كده شرب اللبن شرب اللبن. اقول مثلا the homework يعني الواجب was was done يعني ايه؟ الواجب اتعمل اللي هو تم عمل الواجب، بس انا يعني انا ما قلتش مين اللي عمل الواجب ده. تمام؟ ده اسمه مبني مجهول. طب احنا طبعا ممكن نتكلم عن مبني مجهول في البريزنت في مضارع، وممكن نتكلم عن مبني مجهول في الباست في الماضي. طب انا بعمل ايه؟ طبعا اول حاجه انا بستخدمها معايا انا هتكلم عن ايه؟ البريزنت المضارع. البريزنت سيمبل المضارع البسيط فين؟ في الباسيف. ادي كده باسيف. يعني ايه باسيف؟ مبني مجهول بمي مجهول. طيب بستخدمه ازاي؟ ده البريزنت سيمبل اهو في الباسيف. بعمل ايه؟ سهل قوي قوي يا ولاد. كل اللي انا بعمله اللي انا بحط مثلا
ام او از او ار، بعدهم بحط التصريف الثالث للفعل البي بي. ازاي الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني كالتالي، شوفي كده الجملة دي، اقول ايه؟ ذا بوي الولد ده اسمه مفرد، فطبيعي الاسم المفرد ياخد از طبعا زي ما احنا عارفين. از فد، كل دي معناها ايه؟ الولد، ادي كده الفاعل بتاعي، طبعا هنا احط الفاعل اللي هو السبجكت معانا، بعد كده ام او اذا او، والله لو انا عندي اي هحط ام، لو انا عندي از هي او شي او اتس هحط از، لو انا عندي او اسم مفرد، لو انا عندي وي او زي او يو او اسم جمع هحط ار، بعد كده التصريف الثالث للفعل. الجملة دي معناها ايه؟ ذا بوي از فيد، يعني تم اطعام الولد. في بيبي صغير، طفل صغير، فانا اقول الولد ده اكل، الولد ده اكل خلاص اكل، يعني حد اكله، بس مين اكله مش عارفين، اسمها ذا بوي از فيد. طب نشوف امثله معانا في الكتاب بتاعنا، شوف الجمله دي، يا كمبيوترز ار، انا عندي كده ار الاول، يوزد ان ميني اوفيسز، يعني الكمبيوتر او الحواسب الاليه تستخدم، يعني بيتم استخدامها فين؟ في المكاتب، ما قالش مين اللي بيستخدمها، لا ادي كده عندي ار الاول، طبعا ليه ار؟ عشان الكمبيوترز دي بتعمل ايه؟ بتاخد الار عشان هي اسم جمع، بعدها بنحط كلمه ايه؟ التصريف الثالث، التصريف الثالث من يوز، انا عندي يوز، التصريف الثاني بتاعها يوزد، والثالث بتاعها برضه يوزد، يبقى computers are used in many offices، يعني الكمبيوتر او الكمبيوترات او الحواسب الاليه تستخدم في مكاتب كثيره. اللي بعد كده a computer، انا عندي اسم مفرد فاخترت is، is made of يعني مصنوع من، metal المعدن، انا ما قلتش مين صنعه، انا قلت هو مصنوع من، فانا بتكلم في المبني للمجهول، المبني للمجهول، يبقى بنحط الاول am او اذا وار، وبعديها التصريف الثالث للفعل اللي هو البي بي. ايه هو التصريف الثالث للفعل؟ اللي هو ده تيتشر، اللي هو ده دي اساتذه، دول كده البي بي التصريف الثالث، ده اللي بنحطه بعد ام او اذا اور في المبني للمجهول، في الباترن، في الباترن. طيب مش عايزه اعلق اكتر من كده، بس لو انا عايزه اقول مثلا، شوف المثال ده، الكمبيوتر ازنت ميد اوف، يعني الكمبيوتر مش مصنوع من خشب، طبعا لو انا عايزه انفي طبيعي جدا احنا عارفين بننفي ازاي، بدل ام يبقى ام نوت، بدل از يبقى ازنت، بدل ار تبقى ارنت، ده النفي بتاعنا. طب نحل على الكلام ده ونشوف هنحل ازاي. اتفضل يا اسلام، نمبر 1. اوكي ايميل sent from computer and smartphone. يعني الجملة دي بتقول يا اسلام الايميلات يتم ارسالها من خلال، يعني حد بيرسلها، ما نعرفش مين عشان هي مجهول. ار، برافو عليك، دي ار عشان هي ايه؟ جمع ايميلز بتاخد ار، يبقى ايميلز ار سنت فروم كمبيوترز اند سمارت فون. ثانك يو، شكرا ليك، اتفضلي يا همس. همس اتفضلي نمبر 2. همس يا همس انت اوكي، لينا اتفضلي نمبر 2 يا لينا. Okay, number two, the photos are onto a website. يعني الجملة عايزة تقول الصور يتم رفعها على الموقع، يعني هي مبنية مجهول، يبقى أنا عايزة بي بي التصريف الثالث، يبقى upload، uploaded or uploads. Uploaded. يا رايت، uploaded، thank you، شكرا ليك يا لينا. اتفضلي يا شهد، نمبر 3. شهد نمبر 3، شهد سامعاني؟ Can you hear me؟ Yeah, videos on the internet، يعني الفيديوهات عبر الانترنت، seen by many people، يتم رؤيتها من قبل العديد من الناس. طبعا جملة مبنية المجهول، جملة في الباسيف، انا عندي فيديوز، ده طبعا جمع، الجمع ده هقول ايه؟ is ولا are؟ Yes, right, are، perfect. اتفضلي يا دارين، number 4.
Computers are for work. يعني الكمبيوتر يعني او الحاسب الآلي بيستخدم في العمل، يبقى ده مبني مجهول، يبقى am with a r plus البيبي. فين البيبي؟ using use or used، Used. يعني used. That's right, used. It's okay, thank you. I see number five. Tablets and smartphones used in some school lessons. يعني التابلت والتليفون المحمول يستخدموا في المدارس في الحصص الدراسية يعني. طبعا ده مفرد ولا جمع؟ tablets and smartphones ده plural or singular؟ جمع. يا جمع، يا plural. 6 am or is or are؟ دوس لا am ولا is ولا are، احنا في number 5. am ولا is ولا are؟ الجمع اور اور are. it's okay. Hams, are you here? Hams. نو Number 6، اتفضلي. Space it used for sending emails. Yes, it is. Okay، السؤال عن الإجابة فيها is. يبقى السؤال بإيه؟ Does, has, or is؟ داز يعني الإجابة فيها is، يبقى السؤال بدأ؟ لا يبقى السؤال بإيه الإجابة طبيعي؟ فيها الإز، الإز بتاخد اتش زمن السؤال اي يا حبيبي، يا حبيبي هم، اتش زمن السؤال نفس زمن الإجابة. يعني أنا غالبا لو سألت بدس هجاوب بدس، سألت بهز هجاوب بهز، سألت بإز هجاوب بإز. إن هي إز يبقى إز، yes. إز إز it's إت used for sending emails. it's okay. تفضل يا إسلام، number 7. Okay, number 7. Tap right to write. Yeah, used. Yeah, typewriters used. Today. Yeah, today. يعني الطبعة، يعني هل الطبعة دي أو التايبرايترز دي تستخدم الآن؟ تستخدم، مبني مجهول، يبقى لازم أول ما أفتكر مبني مجهول يبقى أنا هحط أما وذا وآر. عندك تايبرايترز هتحط إيه؟ آر ولا يبقى آر. It's okay. Thank you. لينا number 8. لينا Okay, number 8. number Yes. 8. This cell phone made of glass. Yeah, right. Perfect. Thank you. شاهد، تفضلي يا شاهد، number 1. Yeah, computers not used at my school. يعني عايز يقول الكمبيوتر ما بيستخدمش في المدرسة بتاعتي، فأنا عايزة فيها. طيب أول حاجة إحنا قلنا الكمبيوتر ده جمع، فهتاخد R والتصريف التالت، تمام كده؟ آدي كده R used التصريف التالت، بس دي جملة منفية، فعشان منفية فأنا بدل R هتبقى إيه؟ aren't. يبقى الإجابة بتاعتي هتكون إيه بقى يا أنا قلت مين جاوب؟ يا شاهد. aren't used. Yeah, right. Aren't used. Aren't used. Aren't used. It's okay. Darin, number 2. Videos seen by people on the internet. يعني يعني الفيديوهات ترى من قبل الناس على الإنترنت. ترى دي مبني مجهول. Videos مفرد ولا جمع؟ جامعة. جمع. يبقى is ولا are؟ ها؟ لا are. are. طيب بعد are عايز التصريف الثاني الثالث، التصريف الثالث من سي، التصريف الثالث منها ايه؟ سو ولا سين؟ ها؟ التصريف الثالث من سي سو اور سين؟ سي يا سين، سين. يبقى ار سين، ار سين. يا ولاد دي غلط، فاحنا بنصححها يا ولاد، دي احنا بنصححها. اتس اوكي. اتفضلي اسيل. ايميلز سنت فروم كمبيوتر، ده كمبيوتر. يعني الايميل عايز اقول يتم ارساله من خلال الكمبيوتر. طب انا عندي كلمه سنت المفروض تكون مبنيه مجهول. ايميلز تاخد از ولا ار؟ سينز اس جمع، اس جمع. تاخد از ولا ار؟ اور اور مس اور
يس ار. بعد ار هناخد ايه؟ نكتب ايه؟ ار ايه؟ ارسنس. Awesome. يا ارسن ثانك يو. اتفضلي يا همس. أنا بس يا كمبيوترز نوت ميك اوف وود. عايزه اقول الكمبيوترز يا همس مش مصنوع من خشب. طبعا دي تاخد ار ولا يعني ار ولا ايزي يا همس الكمبيوترز الجامع ده. أرنت شطور ارنت، برافو عليكي. انا نخليها ارنت. ارنت ايه بقى التصريف الثالث من ميك ايه؟ ارنت ايه؟ أرنت مو ميك ولا ميد؟ ميد يا ارنت ميد، ذاتس رايت. اوكي ار يو دان؟ خلصنا يا اولاد؟ يس أرنت فينيش كلنا خلصنا؟ أيوة يس. يس طيب الحمد لله، وكمان ذا تايم از اب، كمان وقتنا خلص. المره الجايه ان شاء الله هنكمل الدرس. احنا عارفين وصلنا لحد بيج وات. المطلوب مننا ان شاء الله لازم نحفظ. المره الجايه هعمل ديكتيشن، واكيد اهو على الديكتيشن على الجزء ده لازم نكون حافظين افعال كويس قوي 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 بالتصريف. بعد كده تاني اهو هعمل وهسال كل واحد على التصريفات الاول والتاني والتالت. لازم يكون حافظين افعال وتصريفها في التصريف الاول والتاني والتالت. اتفقنا؟ اوكي تمام. اتفقنا اوكي يا اولاد، ثانك يو فور يور تايم. جود باي. جود باي.